طالبة هنا، طالبة في المسلك الجغرافي الاس ان جغرافية، والافاق عندنا حنا غير عندنا غير تعليم 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 والبوليس، هادشي اللي كاينين في لافاك، يا تعليم يا البوليس. البوليس ما عندناش طول، يعني عندنا تعليم، ودابا قالوا لك تعليم لا، والماستر كتدفع الماستر، كاينين اللي واخدينه ب 12، الازاجه ب 12، وكاين اللي ياخذي ب 14، وكيتاخذ داك 12 وكيخليه 14، باش بالمعارف، كلشي بالمعارف، انك تحد واللي عنده الفلوس، اللي عنده الفلوس هما اللي كيطلعوا الماستر، كتعطي الاجازه ديالك ب 14 وكياخذ واحد ب 12، وفي الاخر كياخذ داك اللي 12 وانت 14 كيخليوك، داكشي راه كيحسبك الحق، راه تحقرنا بزاف. يحيدوا الانتقاء، اعاده النظر في هذا الامر اللي تاخذوه، حنا نحترم احترمنا شحال من قرار درتو احترمناه، ولكن هذا القرار كنطلبوا بزاف انهم يحيدوه، حيتاش حنا كنجيو من بلد اخر باش نقراو هنا باش نحقوا شي طلب. انا من ورزازات جيت لهنا اول عام ليا، ما عرفت حتى شي حد هنا، جيت نتقاتلوا نتحد باش انني نحقق شي حلم الوالديه، نرجع لهم وراسي مرفوع، ولكن بهذا القرار تحد ما غيحقق حتى شي حاجه، تحد ما غيدير حتى شي حاجه، الناس غيمشيو يحرقوا، البنات بقات لهم الدعاره، ما كاين لا تعليم لا توظيف، فين غنمشيو يعني الدعاره اللي بقات؟ حنا بغينا اننا نعاودوا النظر في هذا الشيء، ما عندنا حتى شي وسيله اخرى اننا نديروا في الحياه من غير ان الولاد يحرقوا والبنات يمارسوا الدعاره. حنا هاد القرار الاخ حسينا بلاصه التقصير، واش حنا باقيين تتقراو التقصير واش من غير تعميل السن، حنا باقيين في الصغار الحمد لله، يعني يلاه عندي 26 يعني، ولكن هاد القرار اللي قالوا انكم تجيب اجازه في 3 سنين وتجيب الباك بمونسو وتجيب اجازه بمونسو، وحنا ما عندناش ضروري عندك واحد النقص، وضروري عندك وحنا عندنا التعليم وحنا علاش خصنا نقراو؟ واش باش نمشيو نديرو شي حاجه اخرى؟ ولا ما كنعرفوش نشافروا، ولا ما كنعرفوش ندو ديال الناس، كنعرفوا غير نقراو، والقرايه اللي كنقراو، وراك تبقى فيك حق والديك، والدينا ضربوا لنا تماره، واش الوالدين مساكن من الصغر وحنا تضرب في تماره وسيري قرا، وكنا ما كتقراش، كنا شي واحد كضيع الوقت، تتقرا هو القرار خرج اش من احكامنا وعلى الناس اللي خداو هذا القرار، ولا اله الا الله، ولا ما عندنا فين نمشيو، راه ماشي عارفوش نسافروا ولا تنعاونوا نخونوا، ما تندموش حيت كنا مغاربه وبقينا مغاربه وغنعيشوا مغاربه، ما تنعرفوش نديروا شي حاجه من غير القرار.